السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ فيديو سريع كده، ازاي نرفع البحث بتاعنا على المنصة. تمام. المفروض ان انا فاتحة الحساب بتاعي، تمام، زي كده انا فاتحة لكم حساب ابني وهرفع له البحث دلوقتي قدامكم. بفتح بالحساب عادي جدا باسم المستخدم والرقم السري وبسجل دخوله وبخش، بلاقي ايقونه المشروع البحثي ظهر يا في الجنب هنا كده يا اما بيبقى ظاهر ساعات هنا كده، تمام. فانا اهو بدوس هنا، ادي المشروع البحثي بيقول لي هل الخانه دي، بدوس على افتح المهمه، بروح دايسه على افتح المهمه، تمام، بيظهر معايا الشكل ده، تمام. بيقول لك هنا عملك لم ينجز، انقر ادناه لاضافه استجابه نصيه او ارفاق ملفات او اسقاطها مباشره في هذه المنطقه. فانا هنا عندي انشاء وعندي ارفاق، فبدوس على ارفاق وبقول له ملف من الحاسب. حتى يا جماعه اللي هيعمله من على الموبايل هيظهر معاه نفس الخطوات دي، وتقول له برضو ارفاق من الحاسب، تمام. الحاسب بالنسبه له هنا هيبقى الموبايل، وانت طبعا عارف انت حافظه فين، تمام. فانا هدوس على ملف كده من الحاسب، تمام، اهو. طبعا انا حطاه مثلا على الديسك توب، عارفه انا حطاه فين، وحطاه في فولدر اسمه بحث اولادي ومحمد اهو، وادي الملف اهو البي دي اف يا جماعه اللي احنا قلنا مسيفينه بالكود بتاع محمد، تمام، اللي هو الكود الطالب يعني، وجنبيه شي جي 9 عشان هو سنه ثالثه اعدادي. فانا هقف عليه كده واقول له اوبن، تمام، اهو بصوا بدا ايه يحمل معايا، شايفين التحميل يا جماعه. طبعا دي بقى السرعه بتاعته على حسب ما انت بتحمليه، مثلا من الواي فاي النت يعني عندك قوي من الواي فاي ولا كده، تمام. بصوا ظهر معايا، بصوا ازاي اهو، مجرد ما اقول له تسليم الواجب خلاص، تمام، انا كده سلمت الواجب. طب قبل ما اقول تسليم الواجب، عايزه مثلا 3 4 مشتركين في بحث، وعايزه اضيف بقيه الاكواد بتاعه الاولاد، اعمل ايه؟ شايفين هنا انقر هنا لارسال تعليق لمعلمك، بدوس هنا وبخش اكتب بقى بقيه الاكواد. فانا هقول بس الاول تسليم الواجب، تمام، هل انت مستعد لتسليم واجبك؟ اقول له اه تسليم، تمام. فبتظهر لي الشكل اللي انتم شايفينه ده، المراجعه الاخيره منذ ثواني، تم تقديم العمل، سوف نعلم معلمك، وجنبها علامه صح، ومكتوب هنا واحد مرفقات، والشكل ده كده، تمام، كده انت سلمت الواجب بتاعك زي الفل، تمام. طب انا عايزه اعمل هنا بقى، احط التعليق، هقول انقر هنا لارسال تعليق لايه؟ لمعلمك. بصوا بيظهر معايا ايه يا جماعه، بحط هنا بقى، بقول ايه مثلا، هكتب له مثلا ايه، تمام يا مستر، مثلا تم الواجب. انا هنا بقى مش هكتب الكلام ده، انا هكتب ايه؟ هكتب الاكواد الثانيه بتاعه زمايله اللي معاه، تمام. فبقول اهو ضع تعليق وابدا محادثه اهو، تمام. المفروض ان هو ايه، اضافه تعليق جديد اهو في المربع ده يا جماعه، معلش، في المربع ده اللي هي مكتوب فيها اضافه تعليق جديد، وابدا اكتب اهو. بص بيكتب معايا، ماشي، واقول له انتر، واروح كاتبه الكود اللي بعده مثلا، يعني انا بكتب اي كلام يا جماعه على فكره، بس هو المفروض كده، تمام، وادوس له انتر واكتب الكود اللي بعده، تمام، خلاص كده، خلاص تمام، واروح دايسه هنا اضافه تعليق، تمام. انا طبعا مش هكتب الكلام ده عشان انا ابني عامل البحث لوحده فمعهوش اي حد تاني. يا جماعه اللي معاه 3 4 مشتركين في البحث اعمل ايه؟ بدوس على اضافه تعليق لمعلمك زي ما انا قلت من شويه، وبيفتح معايا الويندوز ديت، بقف هنا عند اضافه تعليق جديد، وبروح كاتبه الاكواد واحد واحد، وادوس انتر عشان ينزل على السطر اللي بعده، واحد واحد، واروح كاتبه يعني اكتب الكود الاولاني وادوس انتر، اكتب الكود الثاني وادوس انتر، اكتب وهكذا. خلصت خلاص، بروح قايله ايه، دايسه على دوت واقول له اضافه تعليق، تمام كده، تمام جدا. طيب بعد كده اعمل ايه؟ اعمل بقى ايه، سكرين شوت للشاشه دي. لو يعني كلنا عارفين طبعا ناخد سكرين شوت ازاي، لو على الموبايل بتدوس على اللي هي لقطه للشاشه، تمام، ليه؟ عشان برضو ابقى ايه حافظه حقي ان هو، بصوا هو باين قدامي اهو ان هو اترفع وكله تمام، ماشي. وعلى الكمبيوتر برضو في حاجه اسمها برنت سكرين، على جهاز الكمبيوتر يا جماعه بدوس عليه برنت سكرين، واروح ايه، راح في برنامج البرنت واروح عامله سيف، تمام، يعني انا هعملها معاكم دلوقتي كده سريعا، او في اللاب، ماشي. انا هعمل اهو برنت سكرين للشاشه بتاعتي، واروح اهو على برنامج البرنت، تمام، خلاص، واقول له كنترول في، بصوا
كنترول في خدت اللقطه وراحت حافظاها لي. اجي هنا اهي اهو واقول له ايه سيف ماشي او سيف از ايا ما يكون خلاص، واروح حافظها على الديسك توب مثلا خلاص باي اسم بقى، بحث اي حاجه ماشي، او مثلا تسليم البحث اهو في الاسم اهو خلاص، واقول له احفظها لي جي بي جي كصوره يعني خلاص، واقول له احفظها لي اهو. انا هقول له فين بقى في نفس القصه عند الديسك توب اهو، احطها في نفس الفايل اللي فيه البحث بتاع ابني تمام، وادي ابحاث اولادي اهو، وادي الفولدر اللي فيه محمد، وهنا كان فيه البحث هقول له سيف تمام. يبقى انا كده خدت لقطه من الدنيا اللي وانا بسلم البحث عشان برضو ايه احفظ حقي تمام كده يا جماعه. ارجو ان انا اكون يعني فدتكم، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله. وشكرا.